لو كان طبيعي ما يبوني دكتور نفسي. خطفته عشان دانا تنساه وتكون تقريب منه؟ تصور دكتور، تعتقد هذا شيء طبيعي؟ إلا اللي يحب دكتور. بس كلامك بيقول أنت رجل عاقل مثقف ورزين، واحد مثلك لا يمكن يوصف بأنه مشوش عقليا. أنت تحب وأنت بهالعمر؟ بالذات عمري هذا. من متى بتحبها؟ من كان عمري 8 سنين. واو صدقت. واو. بس اللي عارفه أستاذ نواف إنه الحب يهذبنا أكثر ويعقلنا أكثر. شوف دكتور، كل عاشق عطى 5 دقائق بس تبدأ يتحرك مثل الطفل، يقار مثل الطفل، يتصرف مثل الطفل. أنت فيلسوف بعد. الحب يا دكتور فلسفني وعقدني وشتتني، ولا أنا أبسط من البساطة؟ بدي أكتب لك تقرير ينجيك من المسؤولية، لكن إجاباتك الذكية هذه ما عم تساعدني. وليش تبي تساعدني؟ لأن السجن فيك حرام أستاذ نواف، لكن أنت عارف القانون ما يعترف بحماقات العشاق. صدقت يا دكتور، والدليل نص اللي بالسجن وثلاث أرباع اللي بالمستشفى عشاق حمقى.